وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة دكتور نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبيرة في الشؤون الروسية. دكتور نورهان، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية، وكل عام وأنت بخير. ربما دكتور نورهان، أكثر الأسئلة التي تشغل ذهن العالم كله الآن ووضحها بشكل أو بآخر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، هو وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا والدور الذي ستلعبه في المرحلة المقبلة. تقييمك بما أنك خبيرة في الشأن الروسي دكتور نورهان لهذا التواجد؟ مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحياتك طيبة والسادة المشاهدين طيبين. هو ده كان جزء من التفاهمات والمفاوضات اللي تمت. الرئيس لوكاشينكو كان هو الوسيط في احتواء هذه الأزمة، لأنها في النهاية أزمة داخلية. روسيا وبيلوروسيا تعتبر يعني دولة واحدة بيربطها اتحاد كونفدرالي، وكان تدخله طبعا أمر طبيعي، وده كان جزء من التفاهمات أن يذهب بروجوجين إلى بيلوروسيا، ومن يريد من فاغنر أو من قوات فاغنر أن أيضا أن ترحل. والرئيس بوتين كان واضح الحقيقة أمس وأعطى خيارات محددة، إما الذهاب إلى بيلوروسيا أو طبعا بالنسبة لمن لديهم أي تهم أو لم يشاركوا في التمرد يمكنهم التعاقد مع وزارة الدفاع طبعا ويكونوا من الروس، أو العودة إلى أسرهم وعائلتهم. فودهم ثلاث الحقيقة خيارات، وكان من ضمن هذه الخيارات الانتقال إلى بيلوروسيا. المفترض وفق التقارير انه بروجوجين بالفعل متواجد في بيلوروسيا، وزي ما قلت ده امر كان جزء من المفاوضات وتوافقت عليه القيادتين الروسيه والبيلوروسيه. والواقع ان فاغنر ليست بروجوجين، طبعا بروجوجين هو الشخصيه ربما الاهم الابرز طبعا او الابرز اللي ارتبطت فاغنر بيها. طبعا هو قائد ميداني، وده بيديله كاريزما ووضعية خاصة بين قوات فاغنر، وخصوصا أنه هو طبعا مؤسسة، هو اللي قاد يعني كل عمليات التطوع والتجنيد وغيره، وحقق طبعا نجاحات لا يمكن إنكارها مش بس في أوكرانيا ولكن في سوريا وفي دول طبعا إفريقية زي إفريقيا الوسطى ومالي. لكن تظل فاغنر أكبر كثيرا من بروجوجين، ومهمها أوسع من أوكرانيا أو من الدونباس. نعم. ولا أعتقد أنه من السهل على عدد من الدول الإفريقية بالفعل التخلي عن فاغنر، وبالتالي من المتوقع أن يستمر دورها سواء في إفريقيا الوسطى أو في مالي.